ازيك؟ الحمد لله. انت بتعملي ايه يا رحمة؟ انا كنت انا العب شمس جري وبز جمباز ايقاعي. جري ووثب وجمباز ايقاعي. انا رحت التمرين كل روم هبرن اسخن وبعدين هبدأ جملة. ايوه جملة موسيقية. لا 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 الحبل. الحبل. الحبل كله تو. طيب وحققتي ايه لحد دلوقتي؟ انا لحقي نفسي هكسب، نفسي هاخد ريال مصر. هي الاولى على الجمهورية على مصر كده. السنة دي هي الاولى على الجمهورية في الجنباز الايقاعي. ما شاء الله ما شاء الله. ليه يا رحمة انت عندك كم سنة دلوقتي؟ عندي 18 سنة. ما شاء الله ما شاء الله عليها. قمر يا رحمه، قمر وبطله وشاطره، عاوزين لسه بطولات وميداليات كتير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب انا عايزه اروح طبعا للمهندس هاني، لان انا اما اشوف النجاح ده النهارده في ولادنا من ذوي الهمم لازم يكون وراهم رعايه، لازم يكون وراهم دعم نفسي ومادي ومعنوي، فعاوزه اعرف الرعايه اللي بيحصل عليها الفريق عند حضرتك او المنتخب بقى، رعايه كافيه ومصادرها ايه؟ وايه اللي انتم محتاجينه عشان نفضل في نفس المستوى واعلى كمان؟ خليني بس اقول حاجه في الاول ان احنا مش بس بنقدم رعايه رياضيه، ولكن احنا بنقدم لذوي الاعاقه الذهنيه رعايه اجتماعيه، رعايه صحيه. احنا بنعمل كشف كل 3 شهور لغير القادرين على 5 حاجات، وبيقول لنا اطباء متطوعين الحقيقه يعني ومستشفيات متطوعه. بنشكرهم جدا جدا جدا. بنعمل كمان محاضرات للاهالي. الحقيقه هو اللي بيشيل العبء كله طبعا يعني غالبا الام. بس انا كنت عايزه اقول لك يا دكتور عشان احنا ستات يعني مضطرة اقول. اسمح لي مهندس هاني، كنت بتكلم معاه في التليفون في مره فقال لي جمله على لسان ام. انا هسيبك انت تحكي الموقف ده على قد ايه الامهات. هو طبعا الاسره كلها بتحاول تساعد الشخص من ذوي الاعاقه الذهنيه، ولكن طبعا الام بطبيعتها هي اللي بتشيل الجزء الاكبر. حتى في التدريبات دايما تلاقي الام هي اللي جايه، هي اللي مهتميه. يعني ام قالت لي مره حاجه الحقيقه ويمكن يعني لا يمكن انساها ابدا، كنت قلتها لهبه مره. قالت لي مش هتلاقي في العالم ام بتدعي انها تدفن ابنها او بنتها قبل ما تموت، لانها مش عايزاه يتبهدل بعدها. قالت لي انا في كل صلاه بعمل كده. فطبعا تقول هيعمل ايه من بعد، هيعمل ايه من بعد يا حبيبي. فدي شوف قد ايه الست يعني عايزه. وده عكس الطبيعه. وده عكس الطبيعه خالص. ده عكس الموضوع. عكس الطبيعة. طب نرجع لموضوع الدعم بقى. احنا بيجي لنا يعني دراسات من بره من البيت الخاص، بنترجمها وبنمصرها وبندرب الاسر على كيفيه الحصول على اقصى حاجه من ذوي الاعاقه الذهنيه، وبنروح محافظات. عندنا موجودين في 17 محافظه، نفسنا نكمل بس الدعم المادي مش مكفي. الحاجة التانية بقى ان احنا بندعم من جهتين الحقيقة، يعني بنك حكومي وشركة حكومية. الحقيقة الاثنين بيساعدونا ماديا، لكن مع ارتفاع الاسعار طبعا اصبح المساعدات دي مش مكفية، التدريب واللبس والحاجات دي والرعاية الصحية والكلام ده كله. لدرجة المرة دي لولا الحقيقة ان يعني الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن دعمتنا بمبلغ، كان ممكن السنة دي ما نشاركش في أول مرة. بنحييها والله، بنحييها طول الوقت، عامل مجهود خطير. لأن هي أنقذتنا إن لما حصل عندنا عجز عشان نسافر بالبعثة. دايماً عهدناها كده دكتورة. الحقيقة. طبعاً. فهي اللي أنقذت الموقف وإدتنا دعم خلتنا نقدر نسافر. طب اللي عاوز يشارك في الدعم يعمل إيه؟ ما أنا هقول لك يعني إحنا دايماً إحنا ما خدناش مليم من الحكومة قبل كده، يعني إحنا على مدار سنوات ما خدناش دعم حكومي، احنا دايما بنعتمد على المؤسسات والشركات. كانت جزء من السي اس ار بتاعتهم والرعاه الرسميين الاجتماعيه وكده. فالحقيقه انا بدعو هنا عن طريق برنامجكم الشركات، سواء الشركات الخاصه او الشركات الكبيره او الصغيره، ان هم يعني زي ما هم شايفين كده احنا بنقدم رعايه كامله. يلا يا اهل مصر ويا رجال اعمال مصر، احنا فعلا محتاجين رعاه للدعم المادي. وطبعا طبعا. هي الرعايه بيبقى لها برضو حاجات مفيده جدا للراعي، سواء بيتحط اللوجو بتاعه على اللبس او في المناسبات كلها، لكن الحقيقه الدعم الاساسي يعني ثواب ودعايه. ان احنا نقف جنب ولادنا من ذوي الاعاقه الذهنيه عشان نقدر نساعدهم ونشارك بيهم في كل البطولات باذن الله.